هو برشلونة تعادل، انا قلت احنا هنكسب يعني خلاص ماتش فيا ريال ده، صحيح مش في سانتياجو بس هنكسب يعني هنكسب. بس للمره ال20 ريال مدريد احنا عندنا مشكله كبيره قوي. زيدان مع الفرقه بقاله وقت طويل من قبل الموسم، ومن قبل الموسم التحضير بيلعب ثالث ماتش في الدوري، تحس الفرقه كانها لسه بتتمرن، يعني تحس اللعيبه كانهم لسه في البري سيزون، هم محدش عنده حماس، تحس انه لا مبالاه كده في الفرقه، ما تفهمش يعني. الماتش فيه تفاصيل كتير، تغيير خطه من 4 4 2 ل 4 3 3، جاريث بيل شويه شمال وبعدين شويه يمين وبعدين يرجع شمال وبعدين يروح يمين شويه، لوكاس فاسكا الشمال لوكاس فاسكا يمين، ما تبقاش فاهم كده اللي جنبي يطيروا اللي جنبي يفضلوا، موضوع كبير ولخبطه بصراحه. اتفرجت على الماتش ما فهمتش منه اي حاجه، تعالوا نحكي ونشوف ايه اللي حصل في ريال مدريد. نقطتين مهمين قوي هنتكلم فيهم النهارده، في نقطه عن الاصابات ونقطه عن كره القدم عامه. مبدئيا تعالوا نبدا بخط النص. اي فرقه في الدنيا في كره القدم الحديثه بتعتمد على خط نص لازم يكون قوي، ليه ادوار كتيره. خط النص النهارده بيدافع وبيهاجم، في افتكاك للكوره، في بدايه هجمه، وفي بعض الاحيان خط النص ممكن يوصل لمنطقه ال 18 وساعات بيحط جوان في فرق كبيره زي في الدوري الانجليزي وفي ريال مدريد بس السنه اللي قبل اللي فاتت. حصل ايه المره دي؟ زيدان بدا الماتش بخط نص غريب جدا، في توني كروس، مش عايز اقول متخاذل لكن من كاس عالم 2018 مع المانيا توني كروس مش في مستواه، ممكن تسميها تشبع من البطولات، راجل واخد دوري واخد ابطال اوروبا واخد كاس عالم مع فرقته، ممكن تسميها اجهاد، ممكن تسميها تلاحم في الماتشات ورا بعض مع المانيا ومع ريال مدريد، تفهمش. المهم اداء توني كروس مش هو اللي احنا متعودين عليه، كل مره الكره بتتقطع منه، الماتش اللي قبل اللي فات هو كره طلعت منه وجت جون، الماتش دوت بيتضغط عليه 20 مره في الماتش وبرده بتتقطع منه وبرده بتبقى هجمه على ريال مدريد. وجنب توني كروس كان بيلعب كازيميرو اللي بصراحه الراجل عمل اللي عليه وزياده، يمكن يكون كان احسن لعيب في ريال مدريد في الماتش اللي فات، اديله يمكن 8 من 10 مثلا، راجل بيدافع وبيهاجم بيغطي على كوارث راموس وفاران ورا وبيحاول يزيد في عدم وجود صانع العاب وبيقوم بدور هجومي، يعني كتر خيره. لكن اللي بيبدا بيه زيدان ده عمره ما هينفع قصاد فرقه كبيره ولا قصاد فرقه متوسطه، وبيني وبينكو مش هينفع ورا فرقه صغيره. وطبعا طبعا طبعا لازم توني كروس يقعد. بعد الدقيقة 60 زيدان قرر يغير الخطة من 4 4 2 الكلاسيك البحتة اللي بيلعب بيها ل 4 3 3 ونزول لوكا مودريتش، وفرق شوية مع الفرقة رغم ان هو مش في مستواه وبدنيا اقل شوية، الا على الاقل هو عنده روح، حتى تشوفه في الجون الثاني افتكاك للكورة بالتحام، بعض الناس شايفاه ان هي فاول، لكن ما عنديش مشكلة نكسب بفاول بس نوصل لنتيجة ايجابية على اللي احنا كنا فيه. وبيوصل لغاية منطقة ال 18 وبيعمل اسيست لجاريث بيل اللي يعتبر اهم لعيب في الفرقه في الوقت الحالي، تصرفات غريبه جدا من جاريث بيل، راجل بالامكانيات دي والخبره دي مع ريال مدريد بقاله اكتر من 5 أو 6 مواسم يمكن اكتر من كده كمان، الا انه بيعمل تصرف بتاع لعيب عنده 10 سنين انه يتنرفز وياخد انذار وفي اقل من 4 أو 5 دقائق انذار كمان ويطرد في نفس الماتش، يعني تصرف غريب مش مفهوم من لعيب المفروض احنا مستنيين منه يكون اساس الفرقه في الموسم اللي احنا فيه. خط الدفاع، خط الدفاع قلبين دفاع اتكلمنا عليهم في اول حلقه، مش قادر افهم يعني دي للمره المليون فين زيدان من النظام اللي اتعمل ما بين راموس وفاران. فاران الحقيقه لما لعب في ريال مدريد في الاول غالبا العالم كله تنبأ بباول مالديني جديد، الا انه فاران مازال قرب يعتزل كوره وعنده مشكله في الواحد ضد واحد، عنده مشكله في فهم المساحات، عنده مشكله في الاندفاع وهو داخل بيبيع نفسه بكل سهوله كمدافع. انا مش فاهم فين زيدان من القصه دي، الحاجات دي تاني يعني المفروض دي لعيبه كبيره والكلام ده بيعرفوه من هم صغيرين، بس لو مش واخدين بالهم منه ده دور المدرب، يعني اعتقد زيدان ليه دور كبير في القصه دي، مش فاهم بيقوم بيه ولا ما بيقومش، يعني فعلا فعلا القصه دي مش مفهومه بالنسبه لي. نفس مشكله كارباخال، دايما بيتقدم الكره بتتلعب من وراه وبيتقدم الكره بتتلعب من وراه وبيتقدم الكره بتتلعب من وراه، في الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا بيحصل نفس الكوره كل مره وبرده مفيش اي رد فعل من زيدان، وخط الدفاع اداء غريب. مندي اللعيب الجديد يعني لعب كويس في اول ماتش، اخر شوط تاني كان قلبت معاه شويه كده كاراتيه ويشد اللعيب من تشيرت وانذار وبيشده من شعره ومش عارف يعني شغل عيال صغيرين، بس خلينا نقول الخبره هنا تفرق شويه، يمكن بدنيا بعد الدقيقه 90 الموضوع بيبقى صعب، اخر الماتش برده انت مغلوب 2-1 وبتحاول تعوض، فيمكن الراجل مش متعود على القصه دي.
دفاع كويس، لكن طبعا دوره الهجومي مش هينفع نقارنه بمارسيلو، لانه مارسيلو يعتبر من افضل الباكات اللي جم في تاريخ كره القدم اللي بيقوم بدور هجومي مع فرقته منتخب البرازيل او مع ريال مدريد. لكن الراجل بيدافع كويس وقدم اللي عليه في ماتش نقدر نديله فيه 6/10 او 6.5/10، ودي نسبه كويسه لباك جديد في ريال مدريد. في ناس كتير قوي بتتكلم على الجزء بتاع الاصابات، وانا الحقيقه برده مش قادر افهم ايه فكره الاصابات. في الحلقه اللي فاتت انا قلت ريال مدريد كامل، شويه الناس انتقدوني، بحترم كل الاراء، لكن احنا الحقيقه ريال مدريد كامل. احنا عندنا اصابه لاسينسيو من البري سيزن، يعني المفروض زيدان خلاص مش حاطه في حساباته، راجل قدامه سنة عقبال ما يرجع يلعب كورة، فده لعيب مش موجود. الناس تقول ادن هازارد، محدش يختلف طبعا على قيمة هازارد، ان واحد من اهم لعيبة العالم اصلا من قبل ما يجي ريال مدريد سواء في بلجيكا او في تشيلسي، لكن هازارد هو لعيب مكمل للفرقة. انت فرقتك كاملة واخدة 3 تشامبيونز ليج ورا بعض وبتدعم الفرقة، غير لما يكون بتبني فرقة جديدة. انت ممكن تكون بتبني فرقة جديدة زي مثلا ما اليوفنتوس بدأ يبني فرقة من 7 أو 8 سنين فاتوا، وبدأ يجيب لعيبة، جاب أندريا بيرلو من الميلان وبدأ يكون فرقة اللي هي وصل في الآخر ان عنده كريستيانو رونالدو في الملعب. فدي ناس عندها مشروع وبتعمل فرقة، لكن ريال مدريد المفروض الفرقة كاملة وبيتم تدعمها بلعيب او 2 أو 3 حسب احتياج المدرب او حسب احتياج الفترة. ده ايدن هازارد، يعني هازارد موجود في الفرقة لتدعمها. يعني لو احنا بنتكلم من مستوى ريال مدريد 80 أو 85%، فايدن هازارد يقدر يزود ال 15 او 20% اللي ناقصين عشان ريال مدريد توصل 100%. فما ينفعش تقول ان ريال مدريد اصل هازارد مصاب فالفرقة مش موجودة، لا، احنا امبارح بنقدم اداء افضل، يعني رقم ممكن نحطه للفرقه من 100، احنا بنلعب بمستوى 40 أو 45%، ما نعديش المستوى ده ابدا. فهازارد حتى لو موجود هيزودك 10 15 20%، ما زال عندك مشكله كبيره. باقي الاصابات زي رودريجيز الراجل ما بيلعبش معاك برده بقاله 3 او 4 مواسم، ما بين موسم كان بيلعب فيه 4 ولا 5 ماتشات طول الموسم كله، وموسمين اعاره في بايرن ميونخ، فبرضو الراجل ما يعتبرش اساس الفرقه. لا، ريال مدريد كامله، خط قلبين دفاعك موجودين، باكينك الاساسيين موجودين، خط وسطك موجود، خط الهجوم موجود. غياب رونالدو هو مأثر، طبعا مأثر، لكن دي الحاجه الوحيده اللي ممكن نفترض فيها ان ريال مدريد عنده مشكله في اللعيبه. اللعيبه دي كلها هترجع وهيبقى برضو في مشكله، لان عندنا مشكله كبيره قوي في فهم الكوره. لو جينا اتكلمنا بقى على خط النص واللي كان بيعمله زيدان، انا الحقيقه برضو مش فاهم. طول عمرنا بنشوف الباكين دايما بيطيروا من على الخط، وخط النص هو اللي بيضم لجوه، ساعات بيقطم ويشوط على الجون، ساعات بيقطم ويعمل كره عرضيه، ساعات بيعمل شادو سترايكر يلعب دور شادو سترايكر. لكن اللي كنت بتفرج عليه جاريث بيل بيلعب على الخط. نقطه كمان عايز اتكلم فيها، مندي وجاريث بيل او لوكاس فاسكاس وكارباخال وجاريث بيل، تفهمش برضو دايما كنا متعودين في كره القدم الحديثه اللي بتلعب بيها في ال 4-4-2 ان دايما الباكين هما اللي بيزيدوا والوينجين بيضموا النص الملعب، يعني بيقطع لجوه يشوط على الجون، يعمل كره عرضيه، يقوم بدور شادو سترايكر زي ما قلنا. الا انه في الماتش ده كان في حاجه غريبه جدا، اللي بيضم لجوه هو الباك، واللي بيروح على الخط هو لعيب خط النص، ودي حاجه غريبه مش مفهومه، ما نجحتش. وقلت يمكن زيدان عاملها بالصدفه، او يمكن ما اتفقوش عليها، فجاريث بيل مع كارباخال الدنيا ملخبطه. بس لو رميت عينك ناحيه الشمال هتلاقي نفس القصه بتحصل بنفس الطريقه، برضو موضوع مش مفهوم، مادي اللخبطه غريبه في نص الملعب. هو عامه كان ماتش غريب، وانا بصراحه مش فاهم ليه المشاكل دي موجوده، ومشاكل باينه للشخص العادي المشجع اللي زينا، مش فاهم، انا بصراحه مش فاهم. زي ما اتكلمنا على كارباخال واتكلمنا على توني كروس واتكلمنا على فاران، تعالوا نتكلم على شويه لعيبه برضو مهمين، بس الحقيقه في شويه حاجات مهمه. كورتوا نفس الكلام، كورتين بيقعوا منه في الشوطين على الجون بيتسببوا في جونين، طبعا كان فيهم غلطه من راموس في الجون الاولاني، لكن برضو وضع جسمه غريب جدا، هو بيصد الكوره ايده بعيد عن جسمه، حاجات اتعلمناها واحنا صغيرين. حبيبي وانت بتصد الكوره لازم ايدك تبقى متغطيه بجسمك، عشان لو وقعت يبقى في جسم بيشيل، لكن اعمل للكره كده وتيجي للمهاجم والمهاجم يحط، يعني حاجه غريبه. النهارده طبعا قبل ما نسجل الحلقه كان في الخبر بتاع ان كيلور نافاس لباريس سان جيرمان، يعني خبر زعلني، لان انا بالنسبه لي نافاس واحد من احسن 5 حراس في العالم، لكن معرفش ليه الظروف ما خدمتوش في ريال مدريد، في حاجات كده ما بتبقاش يعني ماشيه مع اللعيب. بس انا بصراحه شايفه حارس ممتاز وافضل من كورتوا، لكن خلينا نشوف هنوصل لفين في حراسه المرمى. مندي زي ما اتكلمنا ان هو راجل قام بدوره كويس جدا على مستوى الدفاع في وجود بعض الغلطات، لكن المستوى الهجومي كان قليل. فينيسيو جونيور
ستيل جونيور زي ما بيقولوا، هو الراجل لسه سنه صغير، انا شايف انه لازم يطلع اعاره. قلنا كده في الحلقات اللي فاتت هو مش هينفع يلعب موسم كامل لان هو مش هيتحسن، هو لعيب كويس لكن هو ينقصه خبره، والخبره مش هتيجي غير لو لعبت في فرقه الضغط فيها اقل شويه من ريال مدريد، لان ريال مدريد مطلوب في كل ماتش نتيجه ايجابيه، مطلوب في كل ماتش 3 نقط، مطلوب في كل ماتش بتلعبه انك في اخر البطوله تكسبها. يمكن الضغط دوت يبقى على اللعيب بيأثر عليه، فمتهيألي الولد ده لازم يخرج بره. هو خامه كويسه وعنده امكانيات لكن محتاج يكتسب خبره كبيره، ودي حاجه مهمه هتيجي عن طريق الاعاره. بعد ما برشلونه تعادل قلت لو كسبنا هنطلع شويه فوق في جدول الدوري، وكمان ايبار كان مقدم لنا مفاجاه لطيفه 2-0 على اتلتيكو مدريد في اول 20 او 25 دقيقه، لكن اتلتيكو مدريد بيعمل كامباك قوي جدا 3-2، الجون الثالث في دقيقه 91 فكرني بجوانا كده بتاعت عماد متعب. ولو اتفرجت على الماتش هتشوف قد ايه في فرق بين الروح اللي بيلعب بيها اتلتيكو مدريد والروح اللي بيلعب بيها ريال مدريد. هنا فريق عايز يكسب، فريق عايز يتعادل، فريق هيكسب، ولو انت بتتفرج على الماتش تعرف انه اكيد هيجي جون واكيد هيجي الثاني واكيد الفرقه دي تستحق انها تكسب. اتلتيكو مدريد وخط الهجوم، خط هجوم قوي جدا، جواو فيليكس اللاعب الجديد بيحط الجون الاولاني، وواضح انه هيكون ليه بصمه كبيره زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت. انا شخصيا متابعه وبيقدم كوره على اعلى مستوى، وطبعا دييجو كوستا انا شخصيا ما بحبوش بس لو بيلعب معايا فرقتي هبقى مبسوط جدا. الراجل بيحارب على اي كوره، بيضرب اي مدافع، بيشاكس، بيلعب بالعرض، بيلعب براسه، بيلعب بجسمه، ما عندوش اي مشكله، المهم الكوره تخش الجون. راجل فعلا اداء قوي جدا، ودوت اللي خلى اتلتيكو مدريد النهارده بعد 3 جولات في الليجا هو المتصدر ب9 نقط، العلامه الكامله، واعتقد البطوله دي ممكن تكون بتاعته. وصلنا لاخر حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على القناه وتدوسوا على الجرس الصغير دوت عشان لما ننزل حلقه يجيلكوا في التنبيهات. في فتره توقف دولي دلوقتي في الكوره، لكن احنا هنعمل حلقات عن الشامبيونز ليج وعن الفانتزي وحلقات كمان عن الدوري الانجليزي، استنونا.